هاي البنت انقتلت بالمدينة. وهاي البنت اسمها سهى، بقيت بالقاهرة، وزكي وهند على اتصال دايم فيها. هاي ريم رجعت على لبنان، والهيئة عم تعمل كتير مشاكل بالضيعة مطرح ما هي عايشة. طيب وشو أساميهم الكاملة؟ نبتدي من الآخر. ريم خير الله. ميرسي رشا. شو بكي خلود؟ ضايقة. من شو؟ كل نهار يوم أنا وسعد بالصيدلية عم نشتغل، ولا حتى اطلع فيه ولا حكينا. أول ما صرنا لحالنا حكينا حكي كتير مزعج. ولا يا خلود، أنا صرت خايفة منه لسعد. يمكن بيك وخيك معهم حق، يكون هذا الشاب حقود وعنيف. أنت مش خايفة؟ شو؟ قولي لي شو قال لك. خلص مامي خلص، مش مهم. مهم أنه حكينا حكي كتير مزعج. على كل حال أنا إيه؟ انت شو؟ ماشي. ازيك يا خلود؟ يا اهلا. شو كيف كانت سهرتكم؟ حلوه. مالها خلود؟ وانت يا ماما اللي معادك كده، في حاجه ولا ايه؟ لا ماشي، بس بيا كان هون واجي تليفون ضروري وظهر بسرعه وما قال لي لوين، وانا معدي اجاني نوم، فقعدت اشتغل عن شويه شغل للمؤسسه. تحبي نسهر شوية مع ماما ولا تعبانة من السهر؟ معلش تعبانة. يلا تصبحي على خير. انت من اهله. شو بك خالد؟ في شيء؟ متضايقة يا ماما، مش عارف ليه. معقول؟ ولا هو؟ ما انت ابني وحبيبي، وانت على طول لما تكون متضايق بتبقى عارف شو السبب. المره دي بقى مش عارف ليه. بقى مش عارف،
حاسس ان انا مكتئب والدنيا كلها مقفله في وشي. انا بعرف ليش انت بتحبه كتير للمتر كامل وخايف انها تكون ريم عم تضحك عليه. انا ما بشكش في ريم اصلا. المهم بقى ان انا قلت لسمر تيجي لي هنا ولما جت متضايق منها قوي. معقول؟ ليش؟ برضه مش عارف ليه. اللي انا عارفه ان انا عايز ابقى لوحدي وبس. انا بقول انت تعبان وبحاجه انك تنام. طلعني بكره بتقوم تشوف حالك احسن. انا اكيد. وازاي لين؟ لين ما بعرف. بدلها قاعده لحالها ما بتحكي مع حدا ولا كلمه. وخالي فين؟ خالك هيك حب يطلع على جبل يقضي له يومين فوق. هرب عشان بابا جاي مش كده؟ العيلة دي بتحب بعضيها قوي. يلا تعالى قوام يلا اه ده انت وحشني كتير والله. يلا يلا تعالى قوام يلا يلا تعالى قوام يلا تعالى دوق دوق خد حلو جميل دوق دوق خدي فني يلا تعالى قوام يلا. هتجوزها بالطول بالعرض هتجوزها ولازم اسعدها ولازم اعوضها عن كل اللي فاتها. صباح الخير. صباح النور. اخبارك ايه؟ تمام. مالك في ايه؟ مبين عليا ما هيك. انت اتخانقتي مع اسمه ايه ده؟ كيف عرفت؟ مش شايفه شكلك عامل ازاي؟ وبعدين انا حسيت ان انتوا هتتخانقوا مع بعض. شكله كان حاقد علينا قوي يوم العشاء. بس صراحه بابي زاده بقصه المصاري وكل شيء حكاه. لا انا شايف ان بابا راجل حقاني بس ساعات الحق بيزعل. هلا انت بتشوف انه معه حق؟ معه حق كيف بيهرب الناس منه؟ خالد اوقات لازم نكون متساهلين مع التانيين ونعرف شو نقول. بابا راجل صريح مش بتاع لف ودوران بس ساعات بقى الصراحه دي بتزعل الناس قوي. بس ساعات ما عنده شيء يستحي الا انه فقير. لا عنده ولو ما عندوش ما كانش زعل من كلام بابا.
خلود، اسمعي كلام اخوك اللي بيحبك وبيخاف عليك. وينك يا رشيد؟ دين شو؟ واعية بكير الهيئة. قلقت كتير بالليل ماما، ما نمت منيح أبدا. وخالد كمان شفته واعية بكير، يعني ما في إلا العرسين نايمين وغاطسين بالنومة. حلو هيك، حلو الأهل يعيشوا غرامياتهم والولاد يحلوا مشاكلهم لحالهم ويتقلقوا كل الليل، وهوليك نايمين ومبسوطين بشهر العسل تبعهم. عم تظلميهم كتير لين، كل يوم المامي بتسألك شو بكي وانت ما بدك تحكي. صراحة بلشت حس انك عم تعمل شي غلط، كرمال هيك ما بدك تخبري. مش عم بعمل شي غلط، ولمعلوماتك انا بحب احكي، بس تلاقي حدا خرج اني خبره بالاول. تتذكري ريم اللي اجت لعنا؟ من اول مرة حكيت لها اشياء ما حكيتها لقلكم كلكم اللي عايشين معي هون بالبيت. مش معقول قد صايرة لقيمة. شو بكي شو صاير لك؟ شو عاملين لك نحن؟ ما عم بفهم. ماشي، ما هون المشكلة. يلا باي. أشرف شو بك؟ مش عارف. كنت عم تشوف الكابوس زيته؟ مش عارف. شو بتحكي غريبة؟ مرعبة. ملهاش ملامح. مش واضحة. مثل العادة ما رح تخبرني شو شفت. مش لما أعرف اللي أنا شفته الأول عشان أقوله لك. أشرف بليز قلي شو شفت. لو سمحت يا ليلى سيبيني، أنا عايز أرتاح. أوكي خليك ترتاح. أشرف خبرني شو شفت. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. يا صباح الفل والياسمين عليك يا بيه. على فكرة أنا النهاردة مبسوط قوي قوي يا مريضة. ما شاء الله، الله أكبر، الحمد لله. ربنا يبعد عنك الحقدين والحزين يا رب. فين بقى عروستنا الحلوة؟ أيوة عندك حق، أنا هروح أجيبها دلوقتي حالا. يلا.
ماما أنا تجوزت. تجوزت رجال بجنة. صحيح إنه هو أكبر مني بكتير. بس هو بحبني كمان كتير. أنا كمان بحبه. بحبه مثل بي اللي اشتقت له كتير يا أمي. سلميلي عبي. سلميلي عبي بطرح ما أنت. ماما كامل رح يساعدني. رح يساعدني لحتى انت امن اللي اخذوك مني. هو عم يعمل المستحيل لحتى اكون مبسوطة. بس انا حموت يا أمي. عمل اكسيدوسياته كلها تدهوري ولحقوا بالمستشفى حالته كثير خطره. شو؟ بأي مستشفى؟ بونجور. بونجور. شو الأكل الطيب؟ أنا عملت كل ده بنفسي. عن جد؟ أنا ما في. استني لما حضر لك الشيف. طمنا يا دكتور، نتيجة التحاليل ايه؟ واضح ان المريض اهمل في نفسه كتير، وده باين من حالة الرئة السيئة وشرايين القلب بسبب التدخين. شو يعني؟ يعني هيحتاج فترة طويلة للعلاج وبعدها يبقى احسن ان شاء الله، بس الاهم انه ياخد باله من نفسه، لانه لو دخن تاني حالته هتبقى في منتهى الخطورة. يعني هيتحسن يا دكتور؟ انا شايف انه يخرج كمان يومين تلاتة، عشان حالته النفسية مهمة جدا في العلاج.
يعني فينا ننقله على البيت؟ يومين ثلاثة إن شاء الله ويخرج بعد إذنكم. ايه رايك بقى في المعرض؟ حلو يا حبيبي، مبروك. شكلك كده بتقوليها من غير نفس. بالعكس، انا مبسوطه جدا. طب تعالى. الاوراق كلها معاك؟ طيب انا لما اشوفك همضيها. مع السلامه. اتفضل يا سيدي. ميرسي. رح روح معك. تروحي معايا فين؟ انا قلت لك ان عندي شغل. بدي اروح معك، بدي استفيد من كل لحظه بتقضيها معي هون بلبنان. شو بعرفنا امتى بترجع؟ قرارك ايه يا لولا؟ قلت لك ان انا عندي شغل، الاجتماع مهم قوي، ساعتين ثلاثه وراجع لك. واذا روح معك على الشغل. هتيجي معايا تعملي ايه؟ بلا، رح اجيب جزلاني. تعالي هنا. الله، قلت لك ان انا عندي شغل، انا رايح العب. آسف حبيبتي، معلش اعذروني، حقك علي. أنا أصل أعصابي تعبانة وزعلان على كامل. كامل شو بو كامل؟ كامل بأحسن حالاته، مجوز وحدة قد بنته ومش سألين على حدا. فريد كلمني من مصر. فريد صاحبنا اللي عنده شركة مولات. إيه شو بو؟ قال لي إنه كامل تعبان ونقلوه المستشفى وحالته خطيرة قوي. أنا مستني تليفون من فريد علشان يطمني. الله الله يقدر له، كانت حالته جامدة هضطر ان انا اسافر. انت عارفه يا كامل بالنسبه لي انا وخالد. اكيد الله يشفي. انا بعتذر لك مره تانية، حقك عليا. هما ساعتين اتنين بالظبط وهاجي اقعد معاكي انا وانت ولين ونشوف حكايتها ايه. اوكي اوكي. لا كده تبقي لسه زعلانه، مش همشي إلا إذا ضحكتي. وريني أسنانك الحلوة. باي يا حبيبتي. ليش يا ستي، عجبك المكتب ولا لا؟ جميل قوي. تعالي يا ميسا. لو سهلا، شو بتحبوا تشربوا؟ قبل ما نشرب اي حاجة احب اعرفك، دي ميسا السكرتيرة بتاعتي سمر. طيب يا ميسا، هاتلنا اي حاجة نشربها. بالاذن. اتفضلي. ايه يا سمر، ايه اللي ضايقك؟ يا سلام، هو انت مش عارف ايه اللي مضايقني؟ انت شايف ان انت الطريقه اللي انت قدمتني بيها دي عاديه؟ ازاي يعني؟ يعني انت شايف ان انت تقول لها سمر كده عادي من غير خطيبتك ده طبيعي؟ لا لا، انت فهمتي غلط، انا ما قصدتش والله، انا بس كنت خالد. انت مش عاوز تقول اني خطيبتك صح؟ Thank you.
كتير وقت. شو دكتور؟ صاير ناشف معي كتير الهيئة. في شي؟ زعلان مني شي؟ لا، ليش عم تقولي هيك؟ أنجا حكيت معي اليوم بالصف، ما تقلي هيدا الشي كان طبيعي. لين، أنا حسيت آخر فترة إنه في شي غريب عم بيصير بيناتنا، وهالشي بيعجبني كتير. شي غريب بيناتنا؟ مثل شو؟ مثل إنه عم تتدخلي بقصص كتير خاصة بتعنيني وبتعني عائلتي. هالقد شايفني دكتور إنسانة بلا ذوق وحشرية بتدخل بأمور الناس الخاصة؟ لا، أنا ما بعرفك هيك، مشان هيك عم بتعجب اللي عم بيصير. بدل ما تتعجب، ليه ما بتسأل حالك ليش هيك عم بيصير؟ أنا سألت حالي هالسؤال، ولقيت إنه يمكن لأنه أنا بحب يكون في علاقة قريبة بيني وبين التلاميذ، إنه نكون مثل أصحاب. يمكن هالشي خلاكي تتخطى الحدود اللي عادة بتكون بين الأستاذ وتلميذه. مش هيدا السبب. السبب إني بحبك. تحبيني؟ شو يعني بتحبيني؟ ايه أكيد، هلا رح تتعجب وتعمل حركات، إنه أنت مش فهمان شو عم بيصير. أنت بتعرف كتير منيح إني بحبك. مش بس هيك، أنت اللي خليتني حبك. أنت اللي وصلتني لهون. هيدي أول وآخر مرة بسمح لك تحكي بهالموضوع معي، مفهوم؟ أنا رح أنسى الحديث اللي صار بيناتنا، وأنت كمان رح تنسي، مفهوم؟ بس أنا بحبك. أنت أول حب بحياتي. بليز ما تأذيني، ما تكون قاسي معي، بترجيك. لين خلاص، ولأنه ما بدي أذيك رح أكون قاسي معك. وبعدين أنا بحب مرتي وبعبد أولادي، ولا ممكن خونهم أما أذيهم. وهيدي القصة لازم تطلع منها بسرعة، مفهوم؟ بسرعة. بس بقى صبرا ما تزعليش، قلت لك والله ما كانش قصدي. حقك عليا يا ستي، والله العظيم ما كان قصدي. بتحكي بقى. قولي. انا والله متضايق قوي. ليه يا حبيبي؟ في ايه؟ مش عارف، حاسس اني ضايع، مش عارف الصح ان انا اتابع شغلي الجديد اللي عملته هنا واقعد جنب امي واخواتي، ولا انزل مصر اعيش مع ابويا ومع اصحابي اللي كبرت معاهم. طب ليه يا حبيبي ما بتفكرش لما نتجوز نعيش ما بين هنا وهناك؟ لا لا لا، انا عايز مقاسات ابويا تاني، كفايه تشتت. طب المفروض انا اعمل ايه بقى؟ ايه ده؟ ده ريم بتتصل من مصر. مين ريم؟ الو؟ الو خالد. ايه يا ريم، في ايه؟ انت بتاعتي؟ كامل تعب اليوم كتير. انا قلي على المستشفى. ايه؟ ازاي ده كان كويس؟ تعال خالد، بترجاك تيجي لعندي، انا خايفه كتير. بترجاك تيجي، لسه حالي وحيده وما عارفه كيف اتصرف. طيب اهدي اهدي وانا اجيلك على طول. مع السلامة. في ايه خالد؟ خير؟ We'll be right back.
لو في اترك البنات كنت رحت معكم، بس ما في. اسلم لك عليه وهقول له انك انت كنت عايزه تيجي معانا. لا طبعا هتستنى هنا. انا مش عارفه انا هستنى هنا ليه، كنت عاوزه ارجع معاك. معلش خليكي هنا مع ماما واخواتي وانا ارجع لك على طول ان شاء الله. شو خليل بيك وخيك رجعين على مصر لانه متر كامل مش منيح. شو مش احساب امبارح اتجوز ريم؟ مظبوط، بس رجع تعب ورجعوه على المستشفى. الله يساعده، الله يساعد هيدي ريم على هالجائزة. لا تنقرف، شاك النحس على الراجل. شو صار له المجنونة؟ ما تنسوا لما توصلوا تتصلوا وتطمنوني. اوكي يلا. يلا جايين من السفر، جايين لحتى يهنونا. شو بدك اياهم يقولوا؟ بدك اياهم يقولوا شو عملت فيك هالعروس يا معطر؟ ضروري لازم توقف على اجريك والا بتجرسنا. صحابي. صحابي مين؟ تلفن خالد هو. قال جاي هو وبيو، قال بدهم يجوا يهنونا، كان بدهم يعملوا لنا اياها مفاجأة. أنا قلت لهم إنه أنت تعبت شوي وجينا على المستشفى، بس هن أصروا يجوا. أنتِ قلت لهم علشان خفتي لا يحصل لي حاجة وأنتِ لوحدك. قلت لك قبل كده ما تخافيش، أنا زي القطط السبعة تروح. لا لا أبداً، بس هن حبوا هيك يجوا يباركوا لنا. عارفة يا ريم لو كنت مت؟ ما تقول هيك، عيد الشر عنك. هموت وأنا سعيد جدا جدا، عشان آخر حاجة أنا عملتها قبل ما أموت إني جوزتك. حياتي حسيت اني كلاد بتحبين. انا زعلانه على حظ ريم، هي جوزت امبارحه وبتحبه. هلا شو بيكون عم بيصير فيها؟ اكيد روحها معلقه فيه. البنت الصغيره لما تحب رجال اكبر منها مش مثل لما تحب شاب صغير مش فهمان شي من شي. هي بتكون معلقه فيه لانه يكون رجال بكل معنى الكلمة وجنتلمان وبيهتم فيها. أنا بعرف
انت متر ريم مش هيك؟ لا انا انا انت شو؟ انا بفهمها، انا بفهمها بس خبريني، انت بتحبي رجال كبير مش هيك؟ لا قلك لا. هلا انت بتحبي رجال كبير؟ مينو؟ أنا أمك، قوليلي بكيرك بكيرك أنا متضايقة، خلي اسمعي أنا متضايقة، ماما بختني بختني لما أشوف لما أشوف مرته وولاده، بحس قلبي بحس قلبي رح يوقف، بحس قلبي بحس قلبي رح يوقف ماما، بس انا يا حبيبي ماما انا متضايقة يا ماما. فين الراجل اللي عامل نفسه عيان؟ هاي البنت انقتلت بالمداهنة. وهاي البنت اسمها سهى. بقيت بالقاهرة. وزكي وهند على اتصال دايم فيها. هاي ريم. رجعت على لبنان والهيئة عم تعمل كتير مشاكل بالضيعة مطرح ما هي عايشة. طيب وشو أساميهم الكاملة؟ نبتدي من الآخر. ريم خير الله. ميرسي رشا. شو بكي خلود؟ مضايقة
من شو؟ كل نهار يوم أنا وسعد بالصيدلية عم نشتغل، ولا حتى اطلع فيه ولا حكينا. أول ما صرنا لحالنا حكينا حكي كتير مزعج. ولا يا خلود، أنا صرت خايفة منه لسعد. يمكن بيك وخيك معهم حق، يكون هذا الشاب حقود وعنيف. أنت مش خايفة؟ شو؟ قولي لي شو قال لك. خلص مامي خلص، مش مهم. مهم انه حكينا حكي كثير مزعج. على كل حال انا ايه، انت شو؟ ماشي. ازيك يا خلود؟ يا اهلا. شو كيف كانت سهرتكم؟ حلوه. مالها خلود؟ وانت يا ماما اللي معادك كده، في حاجه ولا ايه؟ لا ماشي، بس بيا كان هون واجي تليفون ضروري وظهر بسرعة وما قال لي لوين، وأنا ما عاد اجاني نوم، فقعدت اشتغل عن شوية شغل للمؤسسة. تحبي نسهر شوية مع ماما ولا تعبانة من السهر؟ معلش تعبانة. يلا تصبحي. انت من أهله. شو بك خالد؟ في شيء؟ متضايقة يا ماما، مش عارف ليه. معقول؟ ولا هو؟ ما انت ابني وحبيبي، وانت على طول لما تكون متضايقة بتبقى عارف شو السبب. المرة دي بقى مش عارف. ليه بقى؟ مش عارف. حاسس ان انا مكتئب والدنيا كلها مقفلة في وشي. انا بعرف ليش. انت بتحبه كتير للمتر كامل، وخايف انها تكون ريم عم تضحك عليه. انا بشكش في ريم اصلا. المهم بقى ان انا قلت لسمر تيجي لي هنا، ولما جت متضايق منها قوي. هي معقول؟ ليش؟ برضه مش عارف ليه. اللي انا عارفه ان انا عايز ابقى لوحدي وبس. انا بقول انت تعبان وبحاجه انك تنام. طلعني بكره بتقوم تشوف حالك احسن. انا اكيد. وازاي لين؟ لين ما بعرف، بدها قاعدة لحالها ما بتحكي مع حدا ولا كلمة. وخالي فين؟ خالك هيك حب يطلع جبل يقضي له يومين فوق. هرب عشان بابا جاي مش كده؟ العيلة دي بتحب بعضيها قوي. يلا تعالى قوام يلا.